بداية حياتك كيف نشأ أستاذ جمال فخري؟ يعني كأي بحريني عاش في فترة الستينات والسبعينات كأي مواطن عادي يعني مدارس حكومية الفريج أصدقاء الربيع أصدقاء مجتمع جميل كان. وبعدين يعني لحقنا بالسفر للقاهرة دراسة، وهذا الحقيقة كانت يعني قد تحول كبيرة لأي شخص آخر اللي يترك البحرين يروح إلى مجتمع مختلف، إلى ثقافة مختلفة، إلى حياة مختلفة. نركز شوي على مرحلة الطفولة. درست في أي مدرسة في الابتدائي؟ درست في الغدبية. ابتدائي وإعدادي؟ الغدبية أول شيء، بعدها الرحمن الداخل، وبعدين الحورة السنة الإعدادية، وبعدين بكر الصديق، وبعدين الثانوية. الثانوية كانت أي مدرسة؟ الثانوية المنامة. ثانوية المنامة. وكيف كانت مرحلة الطفولة ذيك الفترة؟ جميلة. كان فعلا فيها طفولة. في الفريج مع أصدقاء مع الربع مع كذا. هل دخلت في فترة الطفولة كنت تمارس العمل أيضا؟ لا. من والدك كان؟ لا. حتى في فترة الإجازة الصيفية؟ في الإجازة الصيفية لما رحت من الجامعة، لما أرجع من الجامعة أتدرب في المكتب. تدرب في مرحلة الطفولة؟ الطفولة. الطفولة الدراسة. وأبرز أصدقائك اللي كانوا في مرحلة الدراسة؟ رجعنا الحين كم 60 سنة ورا؟ يعني أبرز شخصيات بارزة تزامنوك في؟ لا والله شوف، يعني بصراحة مجموعة من الأصدقاء كانوا خلينا نتكلمش على الطفولة، يعني عن الفترة الإعدادية والثانوية وكذا، يعني بالحق كثار، يعني ما أبي أذكر اسم وأنسى اسم آخر. يعني فيهم أصدقاء مسؤولين، أصدقاء تركوا، أصدقاء سافروا، وأصدقاء يعني الله رحمهم واختارهم، فيعني دمنا عندك الأسماء، لكن أصدقاء كثر. تربية الوالد والوالدة، التربية شلون كانت؟ والله شوف، تربيتنا احنا انا اعتقد يعني كنا محظوظين بوجود والدة صارمة وأب طيب. الوالد كان كثير يعني الرفق والحنية، حتى الوالدة فيها رفق وحنية، ولكن فيها صرامة، فيها عملية تعليم تربية. الوالد ترك كل شيء للوالدة انها تأدي. كم كان عدد افراد الاسرة؟ كنا 10. ترتيبك بينهم؟ اخر واحد اصغر. يعني احنا نقدر نقول كتلة مدللة اخر العنقود. يعني هذا القرار عند تسلهم، تسل الاخوان الاخرين. بعد التخرج من الثانوية رجعت ذهبت الى القاهرة. رحت القاهرة ادرس. انا يعني كان ودي اروح ادرس طب في الامريكية، ولكن مجموعي ما ساعدني واني اروح ادرس طب او ادرس حتى او ادخل الامريكية. رحت القاهرة. لماذا اخترت متخصص المحاسبة؟ بالصدفة. لان لما رحت القاهرة قالوا لي ادخل قلت العلوم وادرس سنة واحدة علوم، وبعدين حول على كرة الطب. دخلت 3 شهور علوم ما سقطت المادة نهائيا. يعني ما حبيت. ولما تتكلم مع الأصدقاء يقول لك والله لما تخرج علوم ايش راح يصير بكره؟ ترجع مدرس؟ ما عندك شيء ابحاث ولا آخرة. فيعني الأصدقاء أثروا علي. كان أسهل تحويل من العلوم أنك تروح التجارة. وبحكم كان الاخ جاسم الله يرحمه والاستاذ حسين الله يطول في عمره عندهم هذا المكتب، مكتب محاسبه، فكانت فرصه ان انا يعني على الاقل ان بدرس ماده المحاسبه وبرجع اشتغل مع الاخوان في المكتب. هذا كانت يعني اول ما فكرت فيه اني اروح المحاسبه، وفعلا دخلت المحاسبه. وبعد فتره الدراسه في مصر هل كانت لك انشطه طلابيه؟ طبعا. شوف، الحركة الطلابية ذاك الوقت كانت في يعني أوج ازدهارها، مو في قمة ازدهارها، وكان في الحقيقة وكانت بالنسبة لنا مدرسة أخرى بالإضافة للجامعة.
الحركة الطلابية علمتنا أشياء لم نتعلمها أبداً لا في الجامعة ولا داخل المجتمع. فعلمتنا على الحرية، على الثقافة، على الاهتمام بالعمل الوطني والشأن العام، الاهتمام يعني أمور كثيرة الحركة الطلابية أثرت فينا وخلقت شخصيتنا. القدرة على الكلام، القدرة على المناقشة، القدرة على الاستيعاب، القدرة على الدخول في الحوار، كل هذا تعلمنا أثناء الحركة الطلابية، ما تعلمنا لا داخل الجامعة ولا داخل مجتمع البحرين. وبعد ما تخرجت من الجامعة مباشرة اشتغلت على طول في المكتب. في المكتب كانت وظيفة بانتظارك يعني؟ بس يعني مش بانتظار، إنما كان مكتب في بدايته، فكان يعني قمة مكتب صغير كان. عادة رجال الأعمال لما يتخرجون أبنائهم أو أخوانهم ما يخلون يشتغلون في البداية، يقول أروح أشتغل برا. هذه شوف، هذا فلسفة ظهرت حديثا. في السابق أنا أكلمك عن فوزي، كان وقال لنا هالكلام فوزي، لأن الآن فوزي أبوه الله يرحمه وجهه هذا الاتجاه. هذا فوزي كان مؤسسة ضخمة يختلف عن مؤسسة نحن مكتب صغير، وبالتالي كثير من العوائل او قليل العوائل في البحرين اللي كانت تتجه نحو التدريب في الخارج ثم العوده الى المكتب. اوكي؟ بالذات الشركات العائليه. انا هذه الشركه لم تكن شركه عائليه. يعني لم نتوارثها ابا عن جد. انما اسست شركه البحرين، وبالتالي تختلف عن الشركه العائليه في 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 الشركات الثانيه. لكن الان التوجه في الحقيقه ان افضل حق الشركات العالية ان ابنها يتدرب برا ليتعلم على جو العمل، تعلم على طبيعة العمل، بعيد عن دور الأسرة، بعيد عن دور الأب ولا الأخ الأكبر في الشركة، وثم يرجع يدخل في الشركة. طبعا الآن المقاييس اختلفت، إذا كان هو بيدش الشركة لازم يكون متدرب، يقابل كما أي موظف آخر، يعامل معاملة موظف آخر وليس من الشركة، وإلى آخره من أمور التي لم تكن موجودة قبل 40 أو 50 سنة. بداية حياتك المهنية، الصعوبات اللي واجهتك في بداية حياتك المهنية. والله شوف، يعني أنا أعتقد كنت يعني واحد المحظوظين أن أطلع من الجامعة ووظيفتي موجودة، وأني أجي البحرين وكنت اشتغلت على الأقل صيفيتين أو ثلاث صيفيات في المكتب نفسه، فعارف طبيعة العمل. وأتيت البحرين في مرحلة كانت البحرين متعطشة للعمل المهني، بداية تحسن أسعار النفط، بدأت الاستثمارات المحلية والأجنبية، بدأت قدوم البنوك والشركات وإلى آخره، فكان في حاجة إلى أعمال مهنية مثل عمل المكتب هذاك. طبعاً كنت محظوظ إن أنا أطلع أتدرب مع الأخ جاسم والأخ حسين، لم يكن عندنا برامج تدريب اللي الآن نسويها للموظفين، إنما تدريب على العمل. وجانا بعض الأخوان الأجانب دربونا علمونا، أخذت شهادة مهنية بعدين أيضا ساعدتني في 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 عملي. ويعني ما كان في شيء غير عادي كما هو الحال الآن. أبو فراس، كيف بدأت شركة كي بي إم جي؟ في البحرين بدأ المكتب الأخوان جاسم الله يرحمه وأستاذ حسين، هم أصدقاء من الدراسة، ورجعوا للبحرين واشتغلوا مدرسين، وكان في طلب من الاخوان التجار ان يؤسس مكتب محاسبه وطني. كل مكاتب المحاسبه هذا كانت موجوده يا عربيه يا اجنبيه. فاكثر التجار البحرينيين، وانا احب اقول ان التجار البحرينيين الوطنيين كانوا يبحثون عن مكتب محاسبه وتدقيق وطني. اقنعوا الاخوان جاسم والاخ حسين انهم ياسسوا هذا المكتب واسندوهم. يعني اعطوهم اعمالهم. اعمال طبعا ذاك الوقت الاعمال الصغيره، اعمال الشركات الصغيره ليست بضخامه اليوم، اعمال صغيره متوسطه. فاعطوهم اشغال ووقف المكتب على رجله. والاخوان جاسم وحسين اجتهدوا في انهم يؤدون عملهم بشكل مهني راقي، وخلقوا اسم وسمعه. تعاونوا مع بعض المكاتب العربية، تعاونوا مع بعض المكاتب الأجنبية حتى أيضا يكون عندك هذا الدعم. واستطعنا أن احنا يعني خلال عدة سنوات أن يعني نمثل بعض الشركات الأجنبية وشركة أجنبية في البحرين، ثم تحولنا إلى جزء
اساسي من كابيونز العالميه. وهاي استغرقت المده كم تقريبا؟ شوف احنا اصبحنا اعضاء في كي بي ام جي، يعني اول شيء كنا ممثلين لشركه اسمها كي ام جي من 82 الى 88، ثم اصبحنا اعضاء في كي بي ام جي من 88 الى جميل. في تلك الفترة شلون طبيعة العمل، عمل المحاسب شلون كيف تطور؟ لا التدقيق مختلف. أولاً يعني المخاطر اللي المحيطة بالعمل نفسه كانت كثير أقل من الآن. العمل اليدوي هو اللي كان سائد، ما كانت في كمبيوترات، الدفاتر المحاسبية كانت كلها يدوية، التدقيق كان قائم على اساس الفوتشر ومراجعه الفوائد ومراجعه المستندات والى اخره، بعكس الان. الان التدقيق ما يركز بس على المستندات، يركز على المخاطر المصاحبه، يركز على انظمه الرقابه الداخليه، يركز على امور كثيره لم تكن سائده ذاك الوقت، بالذات مع الشركات الصغيره المتوسطه اللي كانت هي جل عمل المكتب. مع الوقت مع تغير طبيعه عملائنا، مع بدأنا في شركات مساهمة عامة، شركات عائلية كبرى، بنوك، مؤسسات مالية، فاضطر أنت أن تجاري ما هو موجود. مهنة التدقيق تتطور بشكل سريع. لم تت يعني يمكن في البدايات كانت مهنة يعني مكررة ومملة أحيانا. الآن مع ظل مع الحاجة الكبيرة إلى حسابات مدققة، مع التعقيدات الكبيرة داخل الأعمال، مع التعقيدات الكبيرة في استخدامات التكنولوجيا، أنت تحتاج أن تطور موظفينك، أن يكون الترقيق مختلف عن ما كان عليه في السابق. أهداف الترقيق تختلف عن ما كانت عليه قبل 30 سنة إلى الآن. ومثل ما قلت لك الآن هذه المهنة تتطور بطبيعة الحاجة داخل المجتمع، ولا يمكن أنك أنت يكون في أي مجتمع استثماري او مجتمع مالي او اي كان مالك وعندك جهاز او فريق او شركات ترقيق لكي تؤكد للطرف الثالث او الطرف الاخر بان هذه الشركه وضعها المالي صحيح، هذا الحكم وضعها المالي صحيح، هذه المؤسسه تنفق بشكل صحيح واهل المجرى. ابو فراس اعطني على السؤال، مهنه الترقيق عاده من المهن اللي قد يكون الشخص يكون فيها سيء الظن. لا مش سيء، شوف هذه افترض سوء الظن في لا هذه في الحقيقة كلامك صحيح قبل 50 سنة. أنت الآن تتحقق دور كلام تتحقق، هل الشركة عندها نظام رقابة داخلي؟ هل اتبعته ولا ما اتبعته؟ عندما انفقت أموالها هل انفقتها ضمن القانون ونظام مالها أو لا؟ عندما حصلت أموالها هل حصلت ضمن النظام والقانون او لا وضيعت شيء منه؟ عندما تعد الميزانيه هل عملت الميزانيه انت وفقا لاسس المحاسبه الدوليه او لا؟ فانت تتحقق مما تفعله الشركه. انت ما تروح، انت مو شغلك انك تروح تبحث عن سرقات، مو شغلك تبحث عن مخالفات. انت اذا اثناء اداء عملك اعترضك شيء اكتشفت انه مخالفه، هذه تبين لك صاحب العمل. فانت بعدين مع التكنولوجيا الان صارت الاخطاء محدوده جدا، ما عانت الاخطاء، فصارت العمليه تدقق البرامج، تدقق السيستم، تدقق هل الانظمه صحيحه، تدقق هل الانظمه تعمل بشكل صحيح ما فيها اخطاء والى اخره. يعني حتى طبيعه الترقيق اختلفت عن قبل، ما عاد في سوء نيه، اصبح المدقق يعني احنا دائما نفضل نقول الشركاء مع عملائنا. شركاء لنا ننصحهم، نقدم لهم النصيحه. اول شيء نطمنهم على وضعهم المالي، وثانيا ننصحهم كيف يطورون عملهم. بالنسبه لك متى صرت رئيس مجلس اداره منطقه الشرق الاوسط؟ يمكن الفين 2010 2012 اعتقد، ما اتذكر التواريخ. وهل اثر هذا على عملكم؟ شوف انت لما تكون يعني عضو مجلس اداره دولي، ولما تكون عضو مجلس اداره منطقه اقليميه، ولما تكون عضو مجلس اداره
احنا نسميه سبريج اللي هو يعني المنطقه الاصغر، هذا تعطيك شيئين اساسيين. الاول تعطيك ثقه في نفسك بان زملائك ما اختاروك الا لكفاءتك. تعطيك ثانيا فرصه للتعلم اكثر في حسن اداره المؤسسه، وليس التعلم في الترقيق نفسه. انت لما تصل لهذه المناصب يصبح عليك عبء كبير حسن اداره المؤسسه. كيف تستطيع ان تطور هذه المؤسسه لمصلحه الموظفين، لمصلحه العملاء، لمصلحه المستفيدين من البيانات الماليه او من التقارير الماليه او الدراسات اللي تعدها، ومن مصلحه المجتمع ككل. اليوم انا لما اقدم ميزانيه بكره والله تنحط الجرايد والمواطن راح يشتري سهم على ضوء هذه الميزانيه، او الهيئه الرقابيه المعنيه تروح تقرا الميزانيه تقول والله هذه الشركه زينه ولا مو زينه. انا اثر بالميزانيه اللي دققها على قرارات داخل المجتمع. ممكن تستثمر وتخسر فيها، يمكن تستثمر وتربح فيها، يمكن والله وقعت ميزانيه يطلع لي بعدين الريجوليتر يقول والله وقعت ميزانيه خطا، يمكن بنك مسلف على ميزانيه اطلع انا مخطئ فيها والى اخره. فدور المدقق دور اساسي في نمو وتطور المجتمع. ليس مساله والله ان انا عندي ميزانيه حق صاحب الشركه. ليس لصاحب الشركه، هناك اطراف عديده تستفيد من هذا الموازنة. جمعية المحاسبين المعتمدين اللي من الولايات المتحدة، فكيف انضميت لها؟ لا هو شوف، هو انت تعمل اختبارات. يعني كل المؤسسات المهنية او كل واحد يريد ياخذ شهادة مهنية يعمل يسجل في المؤسسة، هناك كورسات ياخذها تدرس فيها عن بعد وتروح تقدم امتحانات. في السابق كان لازم تسافر تقدم امتحان، انا اتقدم امتحان في البحرين. ليس الأرقام فقط، إنما حتى المؤسسات الإنجليزية أصبح تقديم الامتحان أسهل داخل البحرين. ويعني ما عادت العملية الصعبة، أصبحت متوفرة للجميع. إحنا في المكتب عندنا صندوق الأخ جاسم فخر عملنا متوفر، ندرب كل موظفينا لكي يحصل على شهادة مهنية. وأصبح هذا الشرط، إنه يكون في السابق ما كان شرط إنك أنت تتوظف وتترقى وتوصل. اللي ما أصبح شرط، أنت بصير أنت مدير في هذه المؤسسة لازم لك شهادة مهنية. قانون المحاسبة في البحرين، قانون ترقيم الحسابات، إذا أنت تريد أن تدقق حسابات شركة مساهمة عامة أو بنوك يجب أن تكون محاسب ممتهن. ومسألة العبوية، أنت بعد ما تتخرج من التخرج وتحصل على الشهادة، العبوية تستمر من خلال دفع اشتراكاتك السنوية وحضور التدريب المطلوب منك. يعني انت الجميع في تلك الفترة كان هدف الحصول على الشهادة طبعا، وبعدين استمرت بالعضوية طبعا. اصلا انت لازم تستمر بالعضوية، لان المنظمات الدولية وحتى في البحرين وزارة التجارة تقول لك انت حصولك على الشهادة ليس هو النهاية، انما الاستمرار في حمل الشهادة، لان هذا شهادة مهنية وليس شهادة جامعية. والشهادة المهنية مرتبطة مع تدريبك المستمر، مع تعليمك، مع إلى آخره. يعني استمرارك في العمل أيضا. طبعا طبعا. ذكرت صندوق أخ جاسم فخرو، وذكرت أنه يدرب الموظفين. آلية التدريب الموجودة عندكم؟ شوف، إحنا عندنا في الحقيقة صندوقين في المكتب. صندوق سيد أخ جاسم عملنا لو توفى، وصندوق سيد أستاذ حسين من الطورة. صندوق أخ جاسم كان هدف أن كل بحريني يشتغل عندنا في المكتب، وهذا بالحقيقة بدأت تكون جاسم وحسين مدرسين. بالنسبة لهم كان هدفهم لما أسسوا المكتب أن يكون مكتب بحري للصرف 100%، وظلوا لعدة سنوات لم يوظفوا أي أجنبي في المكتب. لكن لأن ما في كفاءات في البحرين، وراح تبدأ عشان تدقق حسابات شركة كبيرة لازم يكون عندك أشخاص مهنيين، فصاروا يضطروا أنهم يجيبون أجانب في المكتب، سواء أوروبية سواء هنود أو إلى آخره. لما توفى الأخ جاسم، كان جاسم هدفه طول عمره أن يخلق في البحرين ممتهنين. حتى لما كان المكتب في يعني حجم الصغير، وكان دائما يقول حق البحرينيين روحوا تدربوا، ابتعثنا شخص او شخصين لكي يعني يذهبوا يحصلوا على شهاده مهنيه. ذاك الوقت طبعا الابتعاث كان صعب مجتهد،
لأنه كان لازم يروح يسافر ويدرس ويشتغل وين آخر. فما كان سهل. الآن العملية أسهل. الآن إحنا عندنا شرط أساسي، كل موظف عندنا يبي يترقى إلى منصب مدير لازم يكون عنده شهادة مهنية. إحنا وفر له نعطيه تكلفة الدراسة، ندفع له الإجازة اللي أخذها لكل اختبار، نعطيه إجازة براتب بالكامل، ونساعده إذا احتاج إلى أن يأخذ كورسات إضافية من قبل بعض المعاهد نساعده فيها، فنتحمل كل تكاليفه. وهذا الشهادة الدعم غير مشروط، يعني ما شرط عليه أنه أنا درستك ثلاث سنوات شرط بثلاث سنوات أبداً، كونه بحرين أدربه وإذا بكرة حصل له شغلة أحسن من اللي عندي يتفضل أشتغل وأكون سعيد بذلك. هذا برنامج واحد. برنامج سال حسين مختلف سبيل، ولكن أيضا يعني قريب من هذا البرنامج. سال حسين عملنا برنامج حسين قاسم للتدريب المهني. تدريب مهني معناته طلاب الجامعة أثناء دراستهم أو بعد تخرجهم نأخذ سنويا حوالي 70 إلى 100 طالب. هذا السنة واحدة يشتغلون عندنا في المكتب على طول السنة، بعضهم يشتغل شهر واحد، بعضهم شهرين، بعضهم 3 شهور. إذا كان طالب في الجامعة بيدرب له شهر أو شهر ونص حتى يرجع جامعته. إذا تخرج من الجامعة نعطي فرصة لحد 3 شهور بيدرب عندنا، يتعلم أصول المهنة، يتعلم الأخر. كثير منهم إذا كانوا زينين أخذناهم في المكتب. يعني العام الماضي دربنا أعتقد حسب ما خبرونا الإخوان يمكن 88 واحد، أخذنا منهم 34 واحد اشتغلوا عندنا المكتب، والباقيين اللي رجع إلى جامعته حتى يكمل دراسته أو راح يشتغل برا مكان آخر، لأن ما له مكان في المكتب ما نعبر ناخذ الكمية كلها أو على كل كامل. فهذول برنامجين من أنا أعتقد من أهم البرامج تلقي في البحرين. أنا ما أعتقد أن في، وإحنا بالحقيقة في برنامج جاسر ما عندنا عدد معين في السنة، ممكن في السنة يكون عندنا 10، ممكن في السنة يكون عندنا 2، اللي بيسجل من الموظفين نقبله لأي شهادة مهنية هو يختارها، سواء ACCA، CPA، CMA إلى آخره، بعضهم يأخذ حتى CFA، بعضهم يأخذ MBA، اللي هو يعتقد أن هذه الشهادة تنفعه في مستقبله. والآن أثناء حمله معنا هو يستفيد منها، نقول تفضل خذ. يعني لو كان هو في مجال معين لكن بياخذ شهادة في مجال آخر. لا تخوى، هو الآن في ترقيق، اشتغلنا ترقيق، يبقى لازم يأخذ شهادة لها علاقة بالترقيق. إذا كان في الاستشارات يأخذ شهادة بالسهلة في موضوع الاستشارات، إذا في الضرائب يأخذ شهادة بالسهلة في الضرائب، وهنا مش حلو. يعني ما سوى واحد يشتغل في الترقيق ويأخذ شهادته في الاستشارات، لأن لابد يكون في نوع من التزاوج بين الدراسة وبين العمل. نطلع عن شوي من جانب العمل المهني ننتقل لجانب العمل السياسي. تمام فخرو وجه الدام في المجلس الشورى من 93 إلى اليوم. بداية التعيين في 93. بداية؟ يعني كيف تلقيت خبر التعيين يومها؟ والله أبدا. جاني تلفون مكتب الشيخ خليفة الرحمة. أن تعال جمال الشيخ اللي يشوفك قابلته، وكانت فكرة تأسيس مجلس شورى تتبلغ في البحرين، وقال لي جمال نبيك تكون معنا في المجلس وكذا. قلت أنا الحقيقة في الوقت عمري كنت أصغر عضو، طبعا بالنسبة لي أنا فرصة ممتازة كانت أني أولا بستفيد من تجربتي بالحياة الطلابية، عندي فرصة أني أقدم بعض الآراء اللي قد تستفيد منها الدولة، عندي فرصة أني أخدم شوية البحر وأرجع لها الجميل اللي أعطتني إياه. دائما أقول أن إحنا يجب أن نضل طول عمرنا نرجع الجميل اللي حصلناه أثناء دراستنا، أثناء علاجنا، أثناء تربيتنا، الحياة اللي نعيشها، الأمل اللي إحنا فيه، لازم نرجع الجميل إلى البلد. وفرصة كانت في الحقيقة أن أكون أقرب يمكن الى القرار السياسي البحري. وانا شفت العمليه ان ذاك الوقت طبعا لم تكن مجلس الشورى مجرد مجلس استشاري، ما كان دور تشريعي او دور رقابي.
فكانت العملية سهلة. وفي الحقيقة أنا أقول لك بصراحة أنا استفدت كثير منها، تعلمت كثير من العملية. لأن أولاً كانت تغيير أساسي في البحرين أن المشاركة الشعبية وإن كانت بشكل استشاري. وثانياً بالنسبة لي أنا في بداية بقول يعني في بداية بروزي في العمل المهني بروز داخل الفن أعطتني فرصة أن أيضاً أن أبرز في العمل السياسي. لما طلبوا منك تعيين في مجلس الشورى، هل ما راولك السؤال سبب الاختيار شنو؟ لا والله، انما انا اعرف ان الله يرحمه الشيخ خليفه يعني كان كثير دقيق في اختيار الاشخاص اللي ويضع عينه عليهم، مش قبل شهر، قبل سنوات. وانا كنت يعني في امور معينه تتعلق بعمل المكتب قريب من الله يرحمه، فربما هو اقتنع بي بكفاءتي، اقتنع ان اقدر ادي شيء، شاف ان عندي هذه الشخصيه اللي ممكن تخدم البلد، ممكن اساهم في 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 يعني نهضه البحرين حال بحال الاخرين. هو القياس كان عنده الله يرحمه، وانا يعني سعيد اني اعطيت هذا الفرصه. يومها ما كان ديوان الرقابه الماليه موجود، يعني كنتوا تدققون على جهات حكوميه. الديوان تاسس 2002. يعني هذاك الوقت كنتوا تدققون على الجهات الحكومية؟ بعضها. بعض الجهات. كنتوا تدققون على بعض الجهات؟ بعض الجهات. مثل؟ يعني هناك بعض الدوائر، بعض الوزارات، بعض المجالس النوعية، الهيئات إلى آخره، يعني إنما الحكومة كحكومة لا، ما دخل عليها الحكومة. هناك كان مكتب تدقيق آخر. هو دخل على حسابات الحكومة صار لمدة 40-50 سنة. وكنت نائب رئيس في المجلس الأول في الدور الثاني. كنت في الدور الثاني. الدور الثاني والثالث. الثالث. نائب رئيس وقبل. في الدور في الفصل الأول 4 سنوات ولا كنت في اللجنة المالية. وبعدين أعتقد من الدور الثاني والفصل الثاني صرت نائب رئيس. وطبعاً فرق مجلس الشورى الأول كان مجلس الشعب، بس كان يضم خبرات ومخابة عالية ذيك الفترة، أبرز الأشخاص اللي كانوا. والله شوف أقول لك، أنا المجلس الأول كان يضم شخصيات اقتصادية واجتماعية وحقوقية أنا أعتقد من الدرجة الأولى، كان هم رجالات البحرين آنذاك، سواء من العوائل أو من غير العوائل، كانوا من كبار رجالات البلد، التجار، الأشخاص اللي كان لهم باع في العمل البلدي، في العمل السياسي، بعضهم شارك في مجلس 73، بعضهم شارك في وضع الدستور، بعضهم له دور كبير في غرفة التجارة، هاي كانت بعضهم كان له دور أساسي في الأندية الوطنية، هذه كانت المقاييس، وبعضهم قد يمثل عائلة، قد يمثل فئة من الناس، قد يفكر يمثل مجتمع وإلى آخره. الخيارات كانت ذاك الوقت أنا أعتقد مختصرة، لأن الوضع كان جديد، فتحتاج أن يكون اللي عندك معظمهم، ما بقول كلهم، معظمهم وإن شاء الله يكونون كلهم وأنا منهم، يعني على قدر المسؤولية الوطنية. وبالتالي كان المجلس أنا أعتقد من أفضل من يعني يضم أفضل الشخصيات. مرحلة الميثاق، أنت دخلت في اللجنة العليا، حدثنا أهم مرحلة إعداد الميثاق. والله شوف، مرحلة الميثاق كانت يعني كانت فترة الكل متفاعل فيها في البحرين. طبعا في بداية الحراك السياسي، في بداية لما صرح جلالة الملك بأنه يعمل انتخابات بلدية وانتخابات تلحقها بالانتخابات التشريعية، المجتمع البحريني ما اعتقد ذاك الوقت أخذ الموضوع على محمل الجد. أنه يعني معقول بهالسرعة تتغير الأمور من مجلس استشاري ولا انتخابات ولا كذا الى انتخابات، وحالا بعد سنه سنتين زين. فلما طرح موضوع المجالس البلديه وشفنا الحراك فيها، وبعدين شفنا المجالس التشريعيه والحراك فيها، وجلاله الملك اتخذ خطوات هائله ذاك الوقت، عندما بيض السجون، عندما اطلق سراح المعتقلين، عندما سمح للمنفيين بالعوده، الغاء قانون الدوله، توقف المحاكم، هذه كانت تغييرات اساسيه في البحرين. الكل كانت يتمناها.
لكن ذاك الوقت كان صعب تطالب فيها. الظرف السياسي ما يسمح لك. العمل السياسي هذا كان متوقف. لا عندك جمعية سياسية ولا عندك حتى حق تتكلم في العمل السياسي، لأن أحكام الدستور كانت بعضها معطلة ووقف وإلى آخره، والعمل السياسي كان معظمه كان تحت الأرض وليس فوق الأرض، وبالتالي كان العمل السياسي على ذاك غير مرغوب. عندما جلالة الملك ذاك الوقت عقب سنة سنتين عمل التحولات هذه كلها، طبعا كل كان سعيد بالعملية. طبعا أنا حالي من حال 46 عضو الآخرين جاهني يعني اتصال. أنا أتذكر كلمني الله يرحمه الشيخ عبد الله بن خالد وقال لي جماعة إحنا ماخذين مجموعة من مجلس الشورى نبيك تكون معنا في اللجنة. طبعا قلت له الساعة المباركة. وبدأنا في اجتماعات اللجنة، اجتماعات اللجنة كانت اجتماعات مكوكية. في البداية لم نكن نعلم كم مدتنا، وكنا نتكلم عن 6 شهور. أخذنا قياس بعض الدول الثانية، أخذنا 3 شهور 6 شهور لكتابة الميثاق. لكن جلالة الملك كان واضح، قال يا جماعة أنا مستعجل، أنا ما راح أنتظر 3 شهور 6 شهور. هذا الميثاق أنتم عندكم، راجعوا شوفوا عدلوا فيه كما تشاءون وخلنا نخلص منه. خلصنا منه في قبل من 20 يوم. كان في شهر رمضان. شهر رمضان اجتماعاتنا كانت يوم وترك بالليل من الساعة 9 ثمانية ونص بعد صلاة العشاء إلى نص نصف الليل. والزملاء في الأمانة العامة كانوا يخلصون من عندهم من سهرين للصبح، يسوون المضابط ويكتبون التعديلات ويكتبون كذا من هذا. كانت يعني كان في حراك ذاك الوقت، حراك كل البحرينيين يبون يشاركون فيه. وفي الحقيقة أنا يعني أنا أيضا محظوظ أن يكون لي دور وباع في مراجعة مسودة الميثاق وإدخال بعض التعديلات الأساسية على الميثاق. وتكلمنا في اللجان، وأعتقد المحاضرة كلها تثبت، تكلمنا بحرية مطلقة وطالبنا في اللجان نفسها بإطلاق سراح المعتقلين وعودة المنفيين، وقلنا إذا تبون فعلا يكون في تغيير أساس البحرين أعيدوا الحياة السياسية وإلغوا الأحكام والقوانين الاستثنائية. واستجابت الملك بعديه مباشرة. أبرز التعديلات اللي أنت ذكرتها، أنت قلت أدخل تعديلات على الميثاق، أبرز التعديلات. لا أنت بدك كنا بأشياء صلها من شيء لافتة كذا. لا وشوف أقول لك أنا، إحنا بالحقيقة كنا 6 أشخاص نلتقي كل يوم وترك، يوم اللي عندنا اجتماع في الليل نعرف أي باب راح نناقشه من الميثاق، نجتمع ونتخذ قرار بالتعديل بالإضافة بالحذف. الستة كان لك جسر الله رحمة، استعتقل بحامل طول عمره، معان إبراهيم بشميل، معان دكتور عبدالله الحواج، ومعان دكتور فؤاد شهر. احنا الستة نجتمع ونتناقش. نقدر نقول كتلة كانت يعني؟ ما كانت كتلة، يعني كنا مجموعة نلتقي، واعتقد هذه جزء من طبيعة العمل السياسي. يعني كل الشباب هذول مارسوا عمل سياسي، فيعرفون انك انت صوت واحد لن ينفع، عندما تذهب بمجموعه اصوات فيه تعب. انا ما اروح والله ما بروح قاري الميثاق ايش مكتوب فيه، بحضر براجع بقارن مع الدستور، بقارن مع مواد ميثاق اخرى، مع دساتير اخرى. يعني كان في خليه عمل كنا نشتغل. فكنا نروح ونعطي مسؤوليه لكل واحد في مجال عمله. يعني الدكتور عبد الحواج كان هو مركز على جانب التعليم، وكثير من التعديلات اللي خلناها في الميثاق الاخ عبد الله والدكتور فؤاد هم اللي قدموها. الامور الاقتصاديه الاخ جاسم الله يرحمه وانا كثير قدمناها. امور الاعلام والصحافه والنشر ابراهيم بشوي قدم، فيعني كل واحد فينا قدم مجموعه من التعديلات. اوكي قدمها باسمه، ما كنا تكتل رسمي، والله يتكلم جمال فخر وانا رايي كذا كذا كذا، ويؤخذ بها ولا يؤخذ بها، ويثنون عليك الاخرين. يعني الاخرين سواء كانوا الكتله اللي معانا المجموعه اللي معانا او الاخرين هذا. وفي الحقيقه كان نقاش وحوار ديمقراطي مفتوح للجميع اللي يبدا في رايه. لم اذكر في يوم من الايام ان قلنا راي
ورئيس اللجنة الله رحمه الشيخ عبد الله أو نائب الرئيس الله رحمه الشيخ رحمه الله أوقفونا على كل شيء. وشهادة الله حتى الممثلين الحكومة الوزراء اللي كانوا معنا لم ينهونا عن قول أي شيء، بل بالعكس كانوا يستعدون من يدخلوا معنا في الكلام تناقشون معنا ويحاولون ونحاول نقنعهم ويحاولون يقنعونا ونوصل إلى حلول وسطية باستفراغ. بعد ما قرر الميثاق الأجواء اللي عاشتها البحرين ذاك الوقت وأوقف عمل مجلس الشورى فترة مؤقتة إلى أن جرت الانتخابات في 2002، ما كان كثير من أعضاء مجلس الشورى رشحوا روحهم للانتخابات النيابية، لماذا لم يحاول جمار فخر الدوشة؟ لا أنا في الحقيقة شوف، أولا في الفترة هذه بعد ما انكتب الميثاق وتمت المصادقة عليه كلت مهمة أخرى أن أكون عضو في لجنة تفعيل الميثاق على وطني، وكلفني سمو الشيخ سلمان رئيس اللجنة هذا أن أكون أنا مقرر اللجنة. فهذا لا بس هاي الفترة أنت تتكلم عن فترة ما بين إقرار التصويت على الميثاق وما بين إقرار الدستور بين والانتخابات. هذا الفترة اللي إحنا قاعدين نشتغلنا فيها وصغنا فيها مجموعة من القوانين وصدرت مجموعة من القوانين بما فيها قانون مناقصات، قانون الميزانية العامة، قانون ديوان الرقابة المالية، قوانين في قوانين كثيرة صدرت طالعة من هذه اللجنة بناء على ما جاء في الميثاق. فهذا كان فترة التأهيل. مسألة دخول الانتخابات لا ما كنت أفكر أبدا دخول الانتخابات، ما 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 فكرت، ما روحت أبدا ما فكرت فيها لأن أعرف الانتخابات محتاجة إلى جهد وكذا وإلى آخره، وأنا في الحقيقة بحكم شغالي في المكتب شغالي بعملي عارف لما كان راح يكون عندي وقت إني أنزل أسوي وأشتغل على بعد ما تم تعيينك في المجلس بعد ما صار مجلس تشريعي في 1000 والدورة السادسة على التوالي. في الفترة الأولى مسكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، كانت هي يمكن فترة طبعا أول مجلس يناقش ميزانية ذاك الوقت، ما الصعوبات اللي كنتوا تواجهونها في تلك الفترة؟ شوف ذاك الوقت الكل كان يتعلم، الوزراء كانوا يتعلمون، احنا كأعضاء كنا نتعلم، الإخوان في البرلمان كانوا يتعلمون، فكانت العملية بقول لك أنا يعني السنوات الأربع الأولى أنت تستحمل. أول شيء لأن إحنا لازم اللجنتين الماليتين في الشورى والنواب يجتمعون حتى يقر، وهذا عملية ما كانت سهلة بالذات في 2006 ومات الأعلى العملية، ولكن قدرنا أن إحنا نتوافق مع الأخوان في الحكومة، نتوافق مع الأخوان في النواب على كثير من الأمور. طبعا الحكومه ايضا وزراها تعلموا ما هو مطلوب في الشارع، فاصبحت الموازنه تعكس ايضا طلبات الشارع اللي سواء ينقلها مجلس الشورى ينقلها مجلس النواب اللي يشوفونها هم من عندهم. بعدين انت باستمرار الخطاب الملكي السامي يعطيك توجيه اجندتك حق الدوره حق الفتره القادمه تأتي في الحقيقة من خطاب الملك السامي، والموازنة كانت تعكس كثير مما كان يأتي في خطاب الملك السامي، وبالتالي أنت عندك أجندة واضحة، عندك ملامح مشروع واضح، فما كان في صعوبة إنك توصل للتوافق، أبدا ما كان في صعوبة، يعني الإخوان في النواب كانوا أيضا متعاونين، والإخوان في الشورى أيضا كانوا متعاونين، فكنا نصدق على الميزانيات يعني بسهولة. في 2006 من 2006 إلى اليوم جمال فخر النائب أول، ما تحس إن عادة منصب النائب المنصب القيادي يكون قيد على الشخص كان مسؤولية؟ لا شوف لا 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 خلنا أقول لك شيء واحد، أولا أنت هذه ليست وظيفة، هذه أنت في منصب وضعت فيك ثقة سواء كنت نائب أول أو كنت عضو عام. كنت رئيس أو كنت رئيس، أنت ضميرك هو اللي خلي المحرك لك، عندما تجد موقف معين يجب أن تعبر عنه إيجابا أو انتقادا، والحمد لله
ان انا على مدى هالسنوات كلها عمر المجلس لم استمع الى مكالمه او توبيخ او تانيب من احد على راي او قول ذكرته فيه حميميه في تكلم عن المسؤولين في الدوله في الدوله بس من مواطنين او غيره المواطن من حقه يقيمك لكن اقول لك يعني لم يأتي انا معين فكل معين يعتقد بان الشخص الذي عينه او وجهه تعيينه سوف تحاسبه على اداء وهذا قد يكون ممكن انا الحمد لله انا الان طول المده هذه من 2002 الى اليوم لم تاتي لي مكالمه تلفونيه تحاسبني على راي ذكرته او موقف اتخذته هل كانت لك مواقف ضد مشاريع الدوله مثل مشروع حكومي لو ترجع انت الى محاضر اجتماعات ومضابطها وحتى لصحيفتكم ترجع لها بتلاقي ان في ما شفت فيه يعني مداخلات كثيره واختلفت فيه كثير انا مع الاخوان في الوزاره في الحكومه وابدت فيه رايي سواء كانت على موضوع الامور الماليه، الامور المجتمعيه، قوانين، الدين العام، الصرف الى اخره. فيعني اللي اقوله انا ان تعييني وقبولي منصب النائب الاول لم يحد ابدا من حريتي في التعبير. بل بالعكس ربما اعطوني انا قوه اكثر واعطوني مسؤوليه اكبر ان انا فعلا لازم يكون رايي مسموع وصوتي مسموع ولي دور داخل هذه المؤسسه. بالنسبه الى وسام الشيخ عيسى اللي حصلت على اعتقد في اي سنه كان في 2001 اي هذا اللي طول عمرك جلاله الملك بعد ما استلم مقدم الحكم اعطى لكل المسؤولين في ذاك الوقت واحنا كنا اعضاء مجلس الشورى وخلصين اعطاهم كلهم اوسعه درجه اولى درجه ثانيه درجه ثالثه وانا في الحقيقه يعني شاكر جلالته ان اعطاني هذا الوسام وانا اعتقد ان الوسام هو اسم على مسمى انك انت اذا خدمت مجتمعك وخدمت دولتك وخدمت بلدك ليس قليلا ان تمنح هذا الوسام كتكريم من الدوله لك انت على جهدك. الى اي مدى اثر عملك التشريعي على عملك المهني؟ والله شوف الموازنه مو بسهله. لازم شيء بياثر على شيء. اذا اليوم تعتقد انت انك تشتغل 8 ساعات او 10 ساعات تكفيك انا اقول بصراحه انا اقل 16 ساعه في اليوم ما تكفيني. لكي يؤدي عملي المهني في المكتب، عملي التشريعي وعملي حتى داخل المجتمع بشكل عام. انا ابدا يومي من الساعه 5 صباحا تقريبا. وانهي بمنتصف الليل. في هالاثناء عندك طبعا اجتماعات وعندك لقاءات خاصه وعندك والله مش عارف عازم ولا معزوم ولا طالع، هذه كلها لها علاقه بعملك. انت اليوم والله لما تعزم احد على عشاء لا تعتبر رايحه والله انت عازم بس للمتعه. في التزام اجتماعي عليك، في التزام مهني عليك. التزام لا علاقة بعملك. لما تروح أنت أيضا تحضر اجتماعات السفر متعب مو سهل. إنك أنت والله تسافر 4-5 أيام وترجع ولا تسافر يومين وترجع. كثرة السفر هذه يعني تخليك ما تستقر كثير للتفكير. تظل تنفذ تنفذ تنفذ. طبيعة عملي أنا تحتاج اثنين. تحتاج إني أنفذ وأحتاج إني أفكر. أمور المكتب محتاجة. انت لما تتولى قياده مكتب عندك 350 380 موظف ما تبي هذا المكتب يتاثر عمله بانك اتخذت وظيفه ثانيه وقبولي انا الى منصب مجلس الشورى سواء نائب اول او عضو ايضا يجب ان لا يتاثر كون ان عندي انا مكتب خاص وبالتالي عمليه الموازنه متعبه ولكن الحمد لله ما حد اشتكى قال لي يا جماعه تبقى قصر هنا ولا تبقى قصر شركائي في المكتب الحمد لله سعداء بالعمل اللي أدي واعتقد الاخوان في الدوله سعداء ايضا بالعمل اللي أدي في مجلس الشورى لكن العمل متعب مش مو بسيط. لجنه الرد على الخطاب السامي انت كنت دائما يعني اعتقد في السنوات الاخيره كنت دائما تراس اللجنه. هو احنا عندنا قرار في مجلس الشورى بان اللجنه يراسها في البدايه كان النائب الثاني في اول فصل. مو في اللائحه الداخليه لا 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 يا اول فصل اعتقد اول فصل وصار في الحقيقه تاخير
أو ما خلصنا بسرعة لأسباب تتعلق بإدارة الزملاء في اللجنة. فارتأى الرئيس آنذاك قال جمال ارأس اللجنة عشان تخلص الموضوع، وفعلا خذ أسبوعين اجتمعنا وخلصنا. فصارت بعدين نوع من العادة إنه خلاص إنه والله هذا اللجنة يرأسها النائب الأول أيا كان، ويكون معه عضو النائب الثاني وأعضاء. كنا في السابق نطلب من الأعضاء من يرشح، فصار عدد كبير ساعات 12 شخص و 15 شخص، فعدد كبير بعد صعب لك تديره. ما احيانا ما تصير نصاب في اجتماع اللجنة. لا لا احنا في الشورى ولا عمرنا الغين الاجتماع ما في نصاب. انا اقول لك اياها من 2002 الى اليوم لم نؤجل ولا اجتماع لا جلسة عامة ولا لجنة دائمة ولا لجنة مؤقتة انما عند النصاب. بالعكس الزملاء يأتون على الموعد ويطرون على الموعد. فصار عندنا نوع من الطلب من الأعضاء للمشاركة في اللجنة، وصار بعض الأعضاء متكرر وجوههم ما يعطوا فرصة حق الآخرين. فاتخذنا قرار من الدور السابق من الفصل السابق بأن احنا نقسم الأربعين عضو إلى أربعة أدوار، كل عشرة في دور بس وانتهى الأمر. فكل عضو من أعضاء المجلس يشاركون في إعداد الإجراءات. وفي رأس هل كانت لك أنشطة اجتماعية تطوعية؟ كثير. مثل هاي الجانب الخفي اللي ما حد يعرفه عن فراس يعني. لا لا يعرفوا الناس كلهم يعرفوا. الجمعيات اللي فيها تخف جمعيات خيرية يعني شوف جمعيات خيرية جمعيات ثقافية. أنا كنت عضو في مسرح أوال ورئاس مسرح أوال، كنت أنا من مؤسسين نادي السينما في البحرين وكنت عضو نادي السينما لفترة طويلة. كثير من الجمعيات المهنية جمعيات اجتماعية في البحرين حتى خارج البحرين. وهي الفترة إلى الآن محتفظة ولا لا؟ يعني أوكي وكلها، إنما يعني مع الوقت تختار الشيء اللي يتناسب مع طبيعة عملك مع كذا إلى آخره. يعني في السابق كل واحد في فترة من فترات حياته عنده هوايات معينة أو عنده اهتمامات محددة. فالاهتمامات اللي كانت موجودة في السابق اللي دفعتني أكون عضو مجلس إدارة مسرح ولا السينما ولا مؤسسة ثقافية الآن ما عادت موجودة، لكن لازم مهتم بالمسرح، مهتم بالسينما، مهتم بالعمل الثقافي، بالفن التشكيلي. هذا اهتمام موجود. قد لا أكون والله عضو في مجلس إدارة أو قد لا أكون عضو جمعية، لكن مساهماتي من خلال الجمعية من خلال المكتب أو من خلال أنا شخصيا. يعني والله إحنا عندنا كثير من الجمعيات الأهلية نساعد تدق حساباتها من قلف أو تعب رمزية. هذا نوع من ممكن واحد يسوي، ممكن واحد يسوي، مشكلة مؤسسة تسوي، احنا نسوي من طرق خدمات المجتمع. فلا الحمد لله، وانا يعني وانا سعيد ان اقدر ايضا اساعد الاخوان في المجتمع، سواء اللي محتاج، سواء اللي يبي يوقف على رجله في مشروع معين، سواء مسرح عندهم نشاط مسرحي يحتاجون حق دعم الى اخره. فيعني مستمرين في العمل. الأشخاص اللي كانوا لهم فضل عليك أو ما نقدر نقول لنا شوي اللي أثروا عليك نقدر نقولها. شوف أنا أكثر واحد أثر علي الشيخ خليفة. صباح عليه. وغير الشيخ خليفة من العائلة أو من السوق. طبعاً يعني الدكتور علي الأخ جاسم الله رحمه يعني هم أيضا كانوا لهم تأثير. محمد فخرو. دكتور فخرو. اللي كان وزير التربية. أيه. أخوي. هو كان يعني له تأثير كبير في بناء شخصيتنا. فارق السن بيني وبينه خلانا ما أجلس معه وأسمع حديث أتعلم منه كثير. الأخ جاسم طبيعة عمل المهني، طبيعة عمل الاجتماعي، اهتمام بالعمل السياسي أثر عليه كثير. طبعا والدتي الله يرحمها أثرت على شخصيتي كثير كثير. التربية اللي حصلناها منها ومن الوالد، الورق علمنا على الطيبة وحب الناس. الوالدة علمتنا على الإصرار، على العزم، على الجهد، على العمل بشكل جدي، على خدمة الناس، خدمة المجتمع، على كيف تساعد، على اهتمام بالدراسة، اهتمام بالتعليم،
احنا عائله يعني من جد معود جد يوسف هو احد مؤسسي التعليم في البحرين. فالتعليم عندنا في دمنا. فنحب التعليم، نحب التدريب، نحب يكون لنا دور داخل المجتمع. فهذه كلها خلقت عندي انا ما عشت معي عندي ما شفته، لكن اللي سمعت عنه اللي قرات عنه لاحقا خلاك تحس انك انت اللي قاعد تسويه هو امتداد للي سواه جدك من قبل، او اللي سواه والدك من بعده، او اللي سوته والدتك، او الاخوان اللي في المجتمع. انت ذكرت اخواتك يعني من خارج اخواتك من بعيد والله شوف يعني صعب تحدد اسم وتنسى الاخر، لكن مجتمع البحرين مدرسينا كانوا. انا بقول لك انا لليوم اقولها اللي علمني على الانضباط في مواعيدي واني ما اتاخر وما احب ان احد يتاخر علي مدير مدرستي. فاللي خلاني ان اهتم بمطر الاخوان في المكتب وفي الشورى في كذا عارفين المواعيد، انا بقول 10 10. فاللي علمني على هذا الشيء وخلاني لليوم ما انسى فضله مدير مدرستي. تذكر اسمه؟ طبعا الاستاذ العباسي، عبد الله العباسي. كان انتقل عقب راح الامارات من المجموعه اللي تركت البحرين راحت اسست تعليم في ابو ظبي. ولدي لما اشوفه لما تشوفه كل مره لما تشوفه اقول له استاذ عبد الله انت اللي علمت هذا الشيء. لان فعلا وهذه وعندنا كثار مدرسين كانوا. شوف المدرس سابقا لم يكن مدرس فقط، كان مربي، كان اب وكان اب وكانوا الابهات يلجؤون الى المدرس لكي يربي ابنهم بدافع عنه. فخلقوا في فردك امور كثيره، وهذا استمرت الى الثانويه الى بعدين الحركه الطلابيه. زملائنا في الحركه الطلابيه كنا نستفيد منهم. ففي عدد هائل من الناس طالما انت غير منطوي على نفسك، طالما انت مو قاعد في بيتك بروحك، المجتمع كله ياثر فيك. ما اريد اطول عليك، انت مرتبط البرنامج. شيء ما تطرقت له في الحوار تحب تشير اليه؟ والله ما قصرت، شبلت من الصف الاول ابتدائي الى اليوم. كلمه اخيره تحب تقولها؟ والله شوف بطلك انا بصراحه، اولا او نصيحه تبي توجه ما في انا شوف يعني مش نصيحه، انما انا بقول شيء واحد. احنا في البحرين الحمد لله مجتمع واعي، مجتمع راقي، مجتمع متحاب مع بعض البعض. التكاتف والتآلف بين الناس مهم، مساعدة الناس أمر مهم. المساعدة ليست المساعدة المادية، العطاء ليس العطاء المادي. أنا شغلت أكون سعيد في هذا المكتب عندما أدرب شخص وأعطي شهادة مهنية ويقول لي سيد جمال أروح أشتغل مع شركة ثانية راتب أحسن منصب أحسن مكان أحسن. الطلاب اللي يقعدون يدربون في المكتب لما يجي يقول الاستاذ جمال انت والله ذكرتك كنا في الانتخابات مرت واحده قالت استاذ جمال تعرف قلت لا والله قالت انا استاذ 77 درب عندك في المكتب 77. فاللي بدي اقوله ان احنا هذا المجتمع محتاج ان احنا نتعاون مع بعضنا البعض، نتعاضد مع بعضنا البعض. مجتمعنا صغير جميل يجب ان نحافظ عليه. كل واحد له مسؤوليه ولا دور في المحافظه على هذا المجتمع. كلنا اذا اخترب احنا مسؤولين عنه، واذا تطور ونمى احنا مسؤولين عنه. وبالتالي اقول حق كل مواطن اهتم بمجتمعك، اهتم ببلدك، وان شاء الله يكون خير ان شاء الله.